or divergence، ومرات يسموه divergence test، مرات يسموه بال divergence test. ليش يسموه divergence test؟ لأنه هذا الاختبار، هذا الاختبار يحدد لي فقط إذا كانت السيريز دايفيرج أو لا، ما يختبرها، ما يحدد لي إذا كانت كونفيرج، فقط يختبر لي إياها إذا كانت دايفيرج أو لا. يعني إذا تحقق شرط هذا الاختبار فالسيريز دايفيرج، وإذا ما تحقق ما نقدر نقول بأنه هاي السيريز هي كونفيرج لأنه ما تحقق الاختبار. لا، هذا الاختبار فقط for divergence only، يعني فقط للdivergence. لو تكون السيريز دايفيرج لو نختار اختبار آخر للحل. زين، هذا الاختبار شنو الشرط مالته؟ هنا شو يقول؟ يقول إذا كان عندي limit، هذا هو الاختبار، هذا هو الشرط، يعني هذا هو الشرط. وإذا كان عندي limit n يقترب من infinity للأي n لا يساوي صفر، يعني إذا كان ناتج الغاية، ناتج الغاية لا يساوي صفر أي كمية حتى الانفينيتي، أوكي ما عندنا مشكلة بيه. المهم ناتج الغاية لا يساوي صفر، إذن السيريس راح تكون عندي دايفيرج. تلاحظون هنا إذن السيريس سميشن إن يساوي واحد إلى انفينيتي إن is divergent، أو نقول diverge، أو نقول diverges، يعني أي صيغة. أستاذ يعني حتى إذا كان سالب، حتى إذا كان سالب، المهم ناتج الغاية لا يساوي صفر، ممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، ممكن يكون عدد صحيح، ممكن يكون كسر، أي شيء، المهم ناتج الغاية لا يساوي لي صفر. إذا تحقق هذا الشرط فالسيريس دايفيرج، إذا ما تحقق هذا الشرط ما أقدر، يعني مثلا طلع عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر، هاي الحالة ما نقدر نقول أنه سيريس كونفيرج. لا، هذا الاختبار فقط يحدد لي إذا كانت السيريس دايفيرج أو لا. فهنا شي يقول، حتى أنا كاتب هنا ملاحظة، يقول إذا كان ناتج الغاية يساوي لي صفر، يقول then we cannot conclude، يعني ما نقدر نستنتج أنه سيريس كونفيرج. زين، هاي ملاحظة مهمة، إذا طلع ناتج الغاية يساوي لي صفر، فبهاي الحالة ما نقدر نستنتج أنه السيريس كونفيرج، وإنما يعني نشوف لنا اختبار آخر يحدد، يعني اختبار آخر للحل. نجي إلى دخل نأخذ يعني أمثلة ونطبق عليه هذا. يقول use the nth term test find whether the following series are diverge are divergence or not. زين، إذا هنا يريدنا نحدد هاي السيريس اللي عندنا، زين هل هي diverge أو لا. السيريس الأولى، نجي على أول سيريس عندنا، عندنا summation n يساوي لي واحد إلى infinity، السيريس ما يعني الأي إن، هذا هو يمثل لنا، هذا يمثل لنا الأي إن اللي راح ننفذ الغاية عليه، هذا يمثل لنا الأي إن اللي هو 3 إن على 5 إن زائد 1. فراح أجي أنفذ هنا الغاية limit إن، limit إن يقترب من infinity للأي إن، الأي إن مالتنا اللي هو 3 إن على 5 إن زائد 1. فطبعا هنا عندنا ناتج الغاية، تذكرون أني طبعا هنا يعني راح أخلي أحلها هنا بال يعني بالتفصيل، limit n يقترب من infinity، هنا إيش راح نسوي؟ راح نقسم على أعلى أس موجود عندي بالمقام، أعلى أس عندي هو الn، فراح أقسم كل من البسط والمقام على n، فالبسط من قسمه على n يبقى عندي 3،
المقام عندي كل حد من حدود المقام راح اقسمه على n، فخمسة n على n راح يعطيني خمسة، خمسة زائد، وعندي الواحد ايضا من اقسمه على n راح يصير عندي واحد على n. من اجي اعوض راح يكون عندي ثلاثة على خمسة زائد واحد على انفينيتي. طبعا الواحد على انفينيتي تساوي لي صفر، اذا راح يبقى عندي ناتج الغاية اللي هو هذا ثلاثة على خمسة. طبعا الثلاثة على خمسة لا يساوي صفر، اذا تحقق عندي هذا الاختبار. اذا summation يعني هاي السيريز، او ما يحتاج نكتبها، بس مجرد انه اجر سهم واقول السيريز دايفيرج. واضح المثال؟ نعم استاذ. نجي الى هل نقدر نقول نقسم معامل اعلى اس على معامل اعلى اس؟ نفس الشيء بالمقام، طبعا اعلى اس بالمقام دائما. هو هذا انا سويت، قسمت الوسط والمقام على اين؟ اقصد معامل اعلى اس على معامل نعم. اعلى اس. نعم نقدر مباشره، بس احنا يعني مرات نفصلها والطالب بكيفه يعني يشوف شنو هو دائما. احنا من 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 انا ذكرت لكم اياها، ما دام درجة البسط مساوية لدرجة المقام، زين ناخذ معامل اعلى اس بالبسط على معامل اعلى اس بالمقام، فيطلع عندي 3 على 5. زين اذا كان اس البسط اقل من اس المقام ايش راح يطلع عندي ناتج الغاية؟ صفر استاذ، يطلع عندي صفر. واذا كان اس البسط اعلى؟ انفينيتي. انفينيتي صح؟ فهنا يعني اذا مرات شوف هنا السيريس، يعني الطالب ما دام يعرف ذني الحالات الثلاثه، قصدي من تجيني السيريس يعني مثل هيك ترتيب بولينوميال على بولينوميال، يعني داله متعدده حدود، كل البسط والمقام هو داله متعدده حدود. فما دام احنا نعرف انه اذا كان عندي البسط اعلى من المقام فتكون عندي انفينيتي، ناتج الغايه انفينيتي. إذا البسط يساوي المقام فراح يطلع عندي رقم. إذا كان عندي البسط درجة البسط أقل من درجة المقام يطلع عندي يساوي لي صفر، صح؟ فإذا إحنا عندنا بالنسبة للاختبار، هذا الاختبار يفشل إذا كان عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر حسب القانون. إذا ناتج الغاية لا يساوي لي صفر، هو هذا اللي نريده إحنا حتى نقدر نقول بأنه سيريز دايفيرج. إذا كان يساوي لي صفر بمعنى هذا الاختبار فشل. زين فمرات من شكل السيريز مباشرة نقدر نعرف أنه نقدر نستخدم هذا الاختبار أو ما نقدر. يعني مثلا حتى يعني مثلا يجيني summation n تكعيب زائد 4 على 3 n أس 4 زائد N تربيع زائد 2 مثلا. هاي السيريس درجة البسط أقل من درجة المقام، شنو ناتج الغاية هنا؟ صفر ستاف، يفشل ناتج الغاية يساوي لي صفر. إذن قصدي شنو؟ قصدي إحنا مباشرة هنا ناتج الغاية هنا راح إنفينيتي راح يساوي لي صفر. إذن معناها مباشرة أنه هذا الاختبار ما اقدر استخدمه بهاي الحاله، واضحه؟ يعني حتى يعني ما اصلا ما يحتاج ان اجرب مباشره، اعرف راسا مباشره يعني من اشوف السيريس استنتج بانه هذا الاختبار ما يفيدني، اذا لازم اشوف لي اختبار اخر. نجي الى السيريس الثانيه، عندنا هنا ليميت. طبعا هنا عندنا السيريس هاي، إذن هذا هو الAN. الAN عندي هو N ساين واحد على N، فهنا راح أخذ limit N يقترب للإنفينيتي للAN اللي هو limit N يقترب من إنفينيتي لN ساين واحد على N. هنا طبعا من يصير عندي ساين واحد على N، كوساين واحد على N، تان واحد على N، يعني هاي يحتاج أن أفرض فرضية، لأنه هذا يعني واحد على N يعني ما نقدر في الحالة نحل الليمت. فش أسوي؟ أفرض فرضية، أفرض أنه اليود يساوي لي واحد على N، وإحنا حلينا هيك فكرة بالسيكوينس أتذكر.
نعم ستاف. نعم. فأفرض اليو تساوي لي واحد على إين، فلاحظ هنا يعني معناها أنه الليمت مالتنا راح تكون عندي بدلالة يو. فإذا هنا عندي عندما الإين يقترب من إنفينيتي، إذا اليو مين راح يقترب عندي؟ راح يقترب عندي من الصفر، لأنه إذا عوضت الإنفينيتي أنا عندي الفرضية يو تساوي لي واحد على إين، إذا عوضت مكان الإين إنفينيتي فاليو راح يواحد على إنفينيتي يساوي لي صفر، إذا اليو راح يصير عندي يقترب من الصفر. فإذا راح يصير عندي ليميت يو يقترب من صفر. هنا إحنا حتى خلينا نرجع، هنا إيش عندي؟ عندي ساين واحد على إين راح يصير ساين يو. زين الإين إيش يساوي لي؟ الإين من هنا من الفرضية يساوي لي واحد على يو. إذا ناتج إذا راح يصير عندي ليميت يو يقترب من صفر لساين يو على يو، وهاي حسب الساندويتش ثيورم ناتج الغاية إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي واحد، والواحد لا يساوي لي صفر. إذا هذا تحقق الاختبار، إذا السيريز هي دايفرج. زين يعني بالامتحان أصلا يعني نعم. عفوا سعى المقاطعة بس هذا السؤال يعني ما نستخدم على الطريق اللي يقول لك use a theorem. لا 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 هو لا لا هو أصلا ما يجيك استخدم في الاختبار الفلاني، أنت تجيك السيريز وأنت تحدد نوع الاختبار، أنت تحدد الاختبار اللي تستخدمه. أستاذ هذا السؤال ما ينحل على شيء الطريقة السابقة اللي أخذناها بشي المحاضرة؟ هو إحنا همين حلينا نفس الشيء. همين حلينا في هاي الطريقة. أستاذ هاي ما لا تساوي L تساوي صفر ولا تساوي صفر؟ يعني وين بال وين؟ أستاذ إيش أقصدك من المتسلسلات من السمة الأول قيمة للأي الثاني للآر وهي شيء؟ مو ها مو أنت هنا مثلاً هاي هل هي جيومتريك سيريز؟ نعم سيد إلا نتأكد منها جيومتريك الله ينروح. نعم طبعا لازم تتأكد من عندها هي جيومتريك سيريز حتى تقدر تستخدم يعني خلي نقول القوانين اللي أخذناها بالخاصة بالجيومتريك سيريز، لازم تتأكد من عندها هي جيومتريك سيريز. يلا تقدر زين، يعني قصدي لازم تأخذ لك فرد ثلاث حدود من السيريز وتقسم الثاني على الأول تقسم الثالث على الثاني، إذا طلع عندك نفس الناتج فمعناها هاي جيومتريك سيريز، إذا تقدر تختبرها بالجيومتريك سيريز. وإذا ما طلع جيومتريك سيريز نرجع الاختبارات. نعم تستخدم غير اختبار. أستاذ إذا أول تقسيم ما طلع بس أو ثاني اثنين الأخيرات طلع. ما يصير. لازم أنت تبدي تقسم الثاني على الأول الثالث على الثاني مثلاً الرابع على الثالث. زين إذا 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 حصلت على نفس النتيجة. ف السيريس تكون عندك يعني قصدي العفو يعني اذا طلعت عندك نفس القيمه كل ما تقسم حد على قبله ينطيك نفس القيمه فهاي جيومتريك سيريس، تقدر تستخدم القوانين الخاصه بالجيومتريك سيريس. تمام استاذ. نعم سيد واضح. ننتقل إلى السيريس الأخرى اللي عندنا من ضمن الأمثلة. عندنا الأي إن هنا عندنا هو 3 على إن زائد 1، 3 على إن زائد واحد. واضح انه ما دام درجه عشان تلاحظون هنا البسط هو كونستانت يعتبر من الدرجه صفر، والمقام عندي اللي هو 2 ان زائد 1 من الدرجه الاولى، فاذا ناتج الغايه راح يساوي لي 1 على انفينيتي ويساوي لي صفر. تلاحظون هنا يعني راح نعوض فراح يطلع عندي 1 على انفينيتي يساوي صفر. طبعا هنا يعني احنا يعني كحل للليمت كحل الليمت يعني ليمت ان يقترب من انفينيتي هنا ايضا راح نقسم قسم على ان، لانه هنا اعلى اس بالمقام عندي ان، فراح يعطيني 3 على ان، 3 على ان من نقسم البسط على ان، هنا راح يعطيني 2 زائد 1 على ان. فطبعا كل
رقم مقسوم على n ينطيني صفر من اجي اعوض. فهنا راح ينطيني صفر وهنا راح ينطيني 2 زائد صفر. فطبعا صفر على اي كميه يساوي لي صفر. زين او نحلها كتعويض مباشر يعني ايضا نفس الحاله راح يعطيني 1 على انفينيتي ايضا يساوي لي صفر. اذا هنا طلع عندي ناتج الغايه يساوي لي صفر. هنا قلنا no conclusion يعني ماكو استنتاج ما نقدر يعني اولا الاختبار فشل لانه طلع عندي ناتج الغايه يساوي لي صفر. اذا هاي السيريز مو دايفيرج. زين هل هي كونفيرج؟ ايضا ما نقدر نحدد لانه هذا الاختبار هو خاص فقط بالدايفيرجنس. يعني حدد لي فقط اذا كانت السيريز دايفيرج او لا. اذا هذا فشل الاختبار. في هاي الحاله لازم احنا نبحث لنا عن اختبار اخر للحل. كويس استاذ. نعم يعني تفضل استاذ. لو عندنا مثلا الباص عن اكثر من حد والمقام حد واحد يعني نجزئ الباص عن مقام نوزع. نعم. الليمت على الحدود. نعم وزع. مثلا لو العكس مال هاي الدالة مثلا 2 ان زائد 1 فوق و3 جوا. نعم. يصير ليميت 2 ان على 3 زائد ليميت 1 على 3 يشمل 5. واصلا اصلا اذا عندك انت كونستانت اصلا الكونستانت اذا موجود بالمقام اصلا تقدر تطلعه خارج الليميت. فيبقى عندك فقط ليميت 2 ان زائد 1 فيطلع عندك الانفينيتي ناتج الغاية. تمام صحيح. زين هذا يعني هذا فيما يخص الاختبار الاول. نجي الى الاختبار الثاني اللي هو الانتجرال تيست اختبار التكامل. هنا باختبار التكامل هنا عندنا الاي ان. الاي ان نقدر نعتبره هو كانما داله والمتغير مالتنا هو ان. المتغير مالتنا هو ان. هنا عندي هو من اسمه integral test. إذا معناها عندي راح أخذ تكامل. هاي ال fn هاي ال fn اللي هي قلنا ال an حول يعني اعتبرناها function of n نحوله بدلالة x. يعني كأنما كل n كل n راح أعوض بمكانه ب x. إحنا ممكن طبعا نخليه بدلالة n ونكامل نقول تكامل f of n dn مو شرط إلا يعني f of x dx. بس يعني المصادر يحولون بدلالة x. لأنه إحنا دائما يعني نكامل يعني دائما غالبا ما نستخدم ال x كمتغير. دائما عندي حدود التكامل. حدود التكامل هي حدود السيريس. حدود السيريس دائما. هنا طبعا أنا كاتب أنه حدود التكامل من واحد إلى انفينيتي على شرط انه يعني على هاي السيريس اللي انا ناطيها بالمثال من واحد الى انفينيتي. فاشتجيني حدود السيريس استخدمها حدود التكامل. جتني سيريس n يساوي لي صفر الى انفينيتي حدود التكامل صفر الى انفينيتي. جتني من واحد الى انفينيتي حدود التكامل واحد الى انفينيتي. اذا حدود السيريس هي نفسها حدود التكامل. الاي ان احوله كفانكشن اوف اكس راح اعوض بدل كل ان باكس فيصبح عندي داله بدلاله اكس واكامل هاي الداله. هنا الانتجرال تيست الانتجرال تيست ينطيني الحالتين. يعني ينطيني اذا يحدد لي اذا كانت السيريز كونفيرج ويحدد لها يحدد لي اياها اذا كانت كونفيرج. فهنا ايش يقول؟ يقول the series is convergent. تلاحظون هنا the series is convergent if اذا كان عندي ناتج التكامل يساوي لي l. ناتج التكامل يساوي لي L. وهنا ال L يقول any finite value يعني أي رقم محدد. يعني معناها ناتج الغاية لا يساوي infinity. ما عندنا احنا بس ال infinity تعتبر عندنا رقم غير محدد. يعني ال infinity والminus infinity تعتبر عندنا يعني رقم غير محدد. أي رقم آخر موجب سالب كسر عدد صحيح يطلع عندي صفر. زين كل هاي تعتبر L رقم محدد. فمن يطلع عندي ناتج التكامل رقم محدد لا يساوي انفينيتي يعني هذا ال L هذا ال L لا يساوي انفينيتي فقط. زين فالسيريس تكون كونفيرج. زين
أما إذا كان ناتج التكامل يساوي إنفينيتي، ناتج التكامل يساوي لإنفينيتي، إذا راح يكون عندي السيريز تكون دايفيرج. واضح إخوان الاختبار؟ نعم أستاذ واضح. واضح الناتج يعني هو هي تعتمد على ناتج التكامل، ناتج التكامل يطلع عندي يساوي إنفينيتي السيريز دايفيرج، ناتج التكامل لا يساوي لإنفينيتي السيريز كونفيرج. زين خلينا نجي نطبق بعض الأمثلة. هنا أيضا عندنا test the convergence and divergence for the following series. أول series عندنا اللي هي أول series هنا عندنا اللي هي 1 على n square، وأيضا عندنا series الثانية اللي هي ln n على n، والseries الأخرى اللي عندنا اللي هي 1 على 1 plus n square. فأول شيء عندي أول سيريس راح نأخذ عندنا الـAN هنا عندنا يعني السيريس الأولى الـAN هو 1 على N سكوير، 1 على N سكوير. تلاحظون هنا من حولته كفانكشن أوف X قلت هو 1 على X سكوير، يعني شنو فقط عوضنا بدل الـN بX، فصار عندي حدود السيريس منين عندي n يساوي لي 1 الى انفينيتي، اذا راح اخذ تكامل من 1 الى انفينيتي للداله مالتنا 1 على x سكوير دي x. طبعا احنا عندنا ال x سكوير اسويها x السالب 2 دي x، وراح يصير عندي x سالب 2 زائد 1 على سالب 2 زائد 1 على التكامل مالته، فراح ينطيني x السالب 1، هنا راح ينطيني x السالب 1 على سالب 1، واللي اقدر اعتبرها هي سالب 1 على x اللي هو هذا مثل ما تلاحظون سالب 1 على x. الحدود مالتنا عندنا من 1 الى انفينيتي، فاذا عوضت الانفينيتي راح ينطيني 1 على انفينيتي او سالب 1 على انفينيتي صفر، واذا عوضت الواحد راح ينطيني سالب 1 على 1، طبعا هنا السالب ويا السالب فيبقى عندي ناتج التكامل يساوي لي 1، ناتج التكامل يساوي لي 1 اللي هو هذا شنو هذا اللي سميناه ال بالقانون. بما انه طلع عندي ناتج التكامل قيمة محددة إذا معناها السيريس تكون كونفيرجنت. واضح المثال الأول؟ واضح استاذ. ماشي استاذ واضح. نجي إلى السيريس الثاني. السيريس الثانية طبعا احنا عندنا الـAN هو لين N على N، لين N على N، فحولناه هناك function of x فصار عندي ln x على x، وأخذنا التكامل من 1 إلى infinity لln x على x. طبعا هنا يعني حتى شوية نفصل لكم إياه، هنا ln x أقدر أعتبرها ln x على x هو ln x مضروبة في 1 على x، يعني التكامل أكيد مر عليكم أنتوا العام الماضي بالمرحلة الأولى. مثلاً لبل UDB. نعم. لا ليش ما يحتاج. هنا راح أعتبر أنه لين إكس هو قوس الأس مشتقة موجودة. مشتقة داخل القوس، مشتقة القوس عندي داخل القوس لين إكس مشتقة موجودة، إذا راح أكامل القوس تربيع على 2، فلذلك تشوفون هنا راح يطلع عندي ناتج التكامل لين x تربيع على 2، حدود التكامل عندنا منين؟ من 1 الى انفينيتي، فمره اعوض الانفينيتي ومره اعوض الواحد، فراح ينطيني لين الانفينيتي تربيع على 2 ناقص لين الواحد تربيع على 2، طبعا لين الواحد احنا نعرفه يساوي لي 0، فهذا الحد كله راح يساوي لي 0. لين الانفينيتي يعني هنا خلي نكتبها ما يخالف نذكركم بها، لين الواحد يساوي لي صفر، ولن
الانفينيتي يساوي لي انفينيتي. زين، فطبعا لان الانفينيتي انفينيتي تربيع على 2، اذا الناتج راح يطلع عندي انفينيتي. زين، فاذا ايش نستنتج من ذلك؟ نستنتج انه السيريس از دايفيرجنت، لانه ناتج التكامل طلع عندي يساوي لي انفينيتي. كويس سار. نعم يا تفضل. لو موجودة N قبل اللين تختصر ويا بالمقام راح يصير مثلا لين X DX، لازم دي ودي في الشرط مالته. شلون عيني؟ يستخدم لو عندنا بس ال X مثلا اختصرت مع ال X قبل اللين، مثلا عندنا X هناك فوق اختصرت يعني. فقط الدالة عندك لين X DX والتكامل بال UDV. بال UDV جنحل. تمام. زين، نجي الى الدالة الثالثة او في السيريس الثالثة، عندنا ال AN. ال AN هو واحد على N سكوير زائد واحد، او واحد زائد N سكوير نفس الشيء. فهنا طبعا ال FX راح تساوي لي واحد على X سكوير زائد واحد، او واحد يعني واحد زائد x سكوير نفسها. فكامل من واحد الى انفينيتي ايضا حسب حدود السيريس. طبعا هاي الصيغه تنطيني شنو تكاملها؟ تنطيني تان انفيرس، مو صحيح؟ صحيح استاذ. زين، هاي تنطيني تان انفيرس. راح نجي نعوض بالحدود. الحدود عندي منين؟ من واحد الى انفينيتي، من واحد الى انفينيتي. فطبعا من اجي اعوض، يعني هنا عندنا راح يعني مره اعوض يعني تان انفيرس الانفينيتي ماينس تان انفيرس الواحد. تان انفيرس الانفينيتي هو باي على 2، تان انفيرس الانفينيتي باي على 2، وتان انفيرس الواحد هو باي على 4. فحاصل طرحهم هو راح يعطيني باي على 4، واللي هو يساوي لنا الاير بالقانون رقم محدد لا يساوي لي انفينيتي. اذا السيريس تكون عندي كونفرج. واضح الحل؟ يعني استاذ واضح. واضح استاذ. ان شاء الله. واحد يقول زين نعم عيني تفضل. استاذ يعني هذه الدالة إذا نطبق عليها القانون السابق يعني الاختبار اللي قبله، استاذ الناتج ما راح يطلع انفينيتي؟ شلون؟ استاذ احنا ما عندنا هسه درجة المقام أعلى من درجة الأصل. نعم. يعني إذا نطبق القانون اللي قبل هذا القانون الاختبار اللي قبله راح يعطيك صفر. واحد على انفينيتي راح يعطيك صفر، يفشل الاختبار اللي قبله. يعني الأعرف أستاذ عن السؤال، شلون نقدر نميز بين إن هذا الدالة الاختبار اللي طابقها؟ والله هاي تعتمد على خبرة الطالب، كل ما يحل أسئلة أكثر كل ما تصير عنده خبرة بالحل. ثاني شيء الـ يعني هسه مثلا هنا الانتجرال كيس، الانتجرال كيس يعني الاختبار سهل. ليش؟ لأنه نعتمد على ناتج التكامل. بس يبقى مثلا الطالب مثلا يشوف هل السيريس اللي عندي إذا حولتها function of x أقدر أكاملها لو لا؟ إذا نقدر نكامل فمعناها نقدر نستخدم الانتجرال تيست. ما دام نقدر نكامل المقدار إذا معناها نقدر نستخدم الانتجرال تيست. فهي نعم تفضل. بس نفس المعادله التفاضليه ما تعرف يا طريقه تستخدم على هو هي شوف عيني هي الغايه من هي الغايه انه الطالب هو اللي يحدد. يعني انت باشر عقب مثلا يعني مساله معينه تتحل وصادفتك مثلا سيريس وتحتاج تختبرها، زين منو اللي يقول لك مثلا انت تحلها بيا اختبار؟ المفروض انت اللي تحدد، انت اللي تحدد. انت عندك اختبارات، احنا طبعا اختبارات عندنا وراح نجي كل اختبار يعني نقدر يعني
يعني واحد يقدر الطالب يحدد أنه يمتى يقدر يستخدم هذا الاختبار ويمتى ما يقدر. مثلا الاختبار القبلة، الاختبار القبلة دائما عندنا يعني مثل ما ذكرنا، مثلا إذا كان عندي السيريز البسط والمقام بولينوميال، فبهالحالة هاي أقدر أعرف من درجة البسط والمقام أقدر أعرف أنه هل أقدر أستخدم هذا الاختبار أو لا. قلنا إذا كان عندي درجة البسط مساوية لدرجة المقام راح يطلع عندي الناتج رقم محدد حسب معامل حسب المعاملات. إذا درجة البسط أعلى من درجة المقام يطلع عندي إنفينيتي، أيضا يتحقق الاختبار. لأنه يعني الاختبار القبلة قلنا فقط الحالة الوحيدة اللي تفشل بها لما يكون عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر. وناتج الغاية يساوي لي صفر بهاي الحالة إذا كانت عندي درجة البسط أقل من درجة المقام. مثل هسه مثلا هنا، يعني مثلا هاي السيريس اللي عندنا اللي هي واحد على n سكوير زائد واحد، هنا عندي البسط من الدرجة صفر لأنه فقط كونستنت، المقام من الدرجة الثانية، إذا درجة البسط أقل من درجة المقام. إذا رأسا نستنتج أنه ناتج الغاية راح يساوي لي صفر، إذا معناها هذا يفشل الاختبار بما نقدر، لازم نشوف لنا اختبار آخر. أستاذي بافلش، إذا فشل الاختبار مثلا بأي تجربة فشل الاختبار لازم اختبار ثاني يستخدم؟ طبعا طبعا طبعا، يعني لأنه أنت يعني السؤال اللي يجيك test for divergence or convergence، يعني أنت لازم تحدد هاي السيريز هل هي diverge أو converge. استخدمت اختبار وفشل يعني ما تتوقف عن الحل، مو صحيح؟ صحيح أستاذ. نعم. يعني أتذكر يعني بالسنوات السابقة بالمحاضرة استخدمنا اختبار وفشل، فأنا إيش كاتب ملاحظة؟ كاتب للطالب ملاحظة choose another test، يعني استخدم اختبار آخر لأن هذا الاختبار فشل. فالطالب بالامتحان مختبر مستخدم اختبار وفشل، فهو كاتب لي بين قوسين choose another test. زين؟ يعني هذا ما يصير، يعني choose another test مو اللي يعني اختار اختبار آخر، هو الطالب هو اللي يختار لاختبار آخر حتى يحل. هو استخدم اختبار وفشل، فبمعنى لازم يرجع يستخدم لي اختبار آخر حتى يحدد لي السيريز دايفيرج أو كونفيرج. عبالة تكمل حل الجزء استخدم ايه يعني هو لا هو شنو احنا اتذكر والله ما يمكن بالروت تيس او الريشيو، يمكن والله بالروت تيس او الريشيو تيس اختبارات راح نجي ناخذها. فاحنا عم نشرح الاختبار، فاكو بي حالات، حاله تنطيني كونفيرج، حاله تنطيني دايفيرج، وحاله يعني يفشل الاختبار بها. فاخذنا واحد من الامثله فشل الاختبار فكتبنا تشوز انذر تيس، فهو عباله انه يعني افتهمها انه تشوز انذر تيست يعني هذا هو نهايه الحل. لا، يعني احنا الطالب من يفشل عندك، من فشل عندك الاختبار معناها انت لازم تبحث لك عن اختبار اخر للحل. نعم. ننتقل الان الى البي سيريز. البي سيريز، البي سيريز هي سيريز خاصه، شلون الجيومتريك سيريز لها صيغه ولها يعني طريقه نعرف بها اذا كانت جيومتريك او لا. هنا البي سيريز هاي الصيغه مالتها، ليش سموها بي سيريز؟ لان هنا عندي الصيغه مالتها 1 على n اس بي، 1 على n اس بي، يعني هاي الصيغه مالتها. زين، فيقول summation n يساوي لي 1 إلى infinity لي 1 على n أس p is called p series. زين، وال p هنا is real constant، real constant يعني عدد حقيقي. يعني هنا ال p ممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، ممكن يكون عدد صحيح، ممكن يكون كسر،
يعني ممكن كل الحالات تجينا. هنا طبعا البي سيريز، البي سيريز وهي طبعا البي سيريز مهمة راح نحتاجها، راح نحتاجها باختبار المقارنة. هسه ان شاء الله من نجي ناخذ اختبار المقارنة نحتاج هاي البي سيريز، نحتاجها هي والجيومتريك سيريز. وراح هسه اعطيك اشوفكم شنو الفرق ما بين البي سيريز وما بين الجيومتريك سيريز. فهنا عندي البي سيريز تكون كونفيرج او دايفيرج بالاعتماد على قيمة بي، بالاعتماد على قيمة بي. زين هنا عندنا هاي يعني يعني مستنتج عن طريق الانتجرال كيس. تلاحظون هنا اول حالة قلت اذا كان البي يساوي واحد، اذا كان البي يساوي لي واحد، يعني احنا ايش عندنا؟ احنا عندنا واحد على ان اس بي. اذا البي يساوي لي واحد راح يبقى عندي الاي ان هو واحد على ان. اذا طبقنا الانتجرال تيست ان او الواحد على ان حولتها الى فانكشن وطنطتني واحد على اكس، تكاملها سهل لن اكس. من عوضت الحدود هنا، من عوضت الحدود ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني لن الانفينيتي، لن الانفينيتي ماينس لن الواحد، لن الواحد صفر، ولن الانفينيتي انفينيتي. اذا طلع عندي الناتج انفينيتي. اذا ايش نطتني؟ يعني دايفيرج، بمعنى انه البي سيريس، البي سيريس اذا كان البي يساوي لي، اذا كان البي يساوي واحد تنطيني دايفيرج. زين اذا كان البي اكبر من واحد، اذا كان البي اكبر من واحد فواحد على ان اس بي حولتها الى فانكشن واحد على اكس اس بي. فطبعا البي هنا عندي هو كونستانت، فراح اصعد الاكس للبوس راح يصير عندي اكس اس ماينس بي، ومن اكامل راح يعطيني اكس اس ماينس بي زائد واحد على ماينس بي زائد واحد. اذا عوضت ايضا هنا عندي الانفينيتي، طبعا الانفينيتي من نعوضه هنا ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ناقص انفينيتي زائد واحد، يعني اكس اس ناقص انفينيتي زائد واحد، فيبقى عندي اكس اس ماينس انفينيتي. اكس اس ماينس انفينيتي ايش قد؟ صفر. اكس اس ماينس انفينيتي يساوي لي كانما واحد على اكس اس انفينيتي اللي يساوي لي صفر. زين راح يكون عندي يساوي لي صفر. من اعوض الواحد، من اعوض الواحد طبعا راح يكون عندي ناقص واحد زائد واحد، يعني انا بالنسبه لل يعني هنا الاس. زين فراح يطلع عندي ناتج الغايه هو واحد على واحد ناقص بي. المهم راح يطلع عندي رقم محدد فيكون عندي كونفيرج. المهم هاي يعني هاي الاثباتات، هاي الاثباتات يعني هاي الاثباتات ما مطلوبه، هاي الاثباتات ما مطلوبه من عندكم، هذا فقط للتوضيح. اذا البي سيريز هذا الاستنتاج هو المهم عندنا، هذا هو الاستنتاج هو المهم، انه البي سيريز اللي هي واحد على ان اس بي تكون كونفيرج او كونفيرجنت اذا كان البي اكبر من واحد، تكون دايفيرج اذا كان البي اقل او يساوي واحد. واضحه؟ فنستاذ؟ نعم. شرط البي سيريز في المقام لازم ان اس بي واحد، يعني بس ان واحده ماكو ان زائد ان، يعني هيك يعني؟ لا 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 لا، واحد على ان اس بي. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا هاي عندي سميشن واحد على ان سكوير، صح؟ قبل شويه هاي اختبرناها بالانتجرال تيست. اذا نرجع للانتجرال تيست هنا، هذا مصاعب الانتجرال تيست ش حددناها، طاني الانتجرال تيست نطاني اياها كونفيرج. بينما هنا بما انه احنا اخذنا البي سيريز، اذا هنا مباشره اقول هاي هي بي سيريز دايفيرج، صح؟ ليش؟ لان البي اكبر من واحد. لا كونفيرج. لا اذا البي اكبر من واحد تنطيني كونفيرج. نعم صحيح، اذا البي اكبر من واحد تنطيني كونفيرج. فانا عندي البي
يساوي لي 2 أكبر من 1، إذا رأسنا أقول هاي السيريس هي كونفيرج. زين جتني مثلا سيريس سميشن 1 على N، هنا عندي أيضا بي سيريس، البي شقد يساوي لي 1. احنا أنا عندي شرط يقول إذا كان البي يساوي 1 أو أقل تكون عندي دايفيرج. زين إذا البي سيريس مباشرة أقدر أحدد من قيمة بي. أستاذ؟ نعم أستاذ، بالبسط شرط لازم بس عدد يعني ثابت واحد؟ مو شرط، الرقم تقدر يعني حتى لو يجيك 3 تقدر تطلعها برا السميشن، والكونستانت دائما ما يأثر لي على سيريس كونفيرج أو دايفيرج. يعني مثلا هسه سميشن 5 على N تكعيب زين؟ زائد 2 مثلا أو زائد 1، وين زائد 2؟ لا بالمقام، لا يصير المقام لا لا لا، إذا كان عندي زائد هذا ما تعتبر في سيريس. يعني مثلا يعني مثلا لو كان عندي سميشن 1 أو أي رقم آخر على N تربيع زائد 2، هاي ما تعتبر بي سيريس، لأنه إحنا عندنا الصيغة العامة للبي سيريس 1 على N أس بي. زين يجيني رقم بالباص، يعني مثلا يجيني هنا، يعني مثلا هاي عندي كانت عندي N تربيع، هذا 1 على N تربيع، هنا مثلا جاني 3، وأني أقدر هاي الثلاثة أخليها هنا فيصير عندي 3 في وأحدد. زين بس من يجيني بالمقام، مقام يعني صيغته تتغير، لا ما تعتبر في سيريس. نعم استاذ مفهومة. زين هنا الشباب دائما عندنا الجيومتريك سيريس، الجيومتريك سيريس هو دائما الصيغة اللي هو يجيني كونستانت يعني A أس N، الA أس يعني كونستانت أس N، هاي تعتبر جيومتريك سيريس، هاي جيومتريك سيريس. زين يعني مثلا على سبيل المثال ينطيني 1 على 2 أس N، إذا كان البسط 1 ممكن تنكتب بالصيغة التالية 1 على 2 أس N مثلا، أيضا هاي أيضا تعتبر جيومتريك سيريس. ليش؟ لأنه الأس مالتها 1، فواحد أس N هو 1، فيما تكتب بهاي الصيغة أو بهاي الصيغة هاي جيومتريك سيريس. زين أيضا إذا جتني مثلا 2 على 3 أس N، يعني عندي رقم أس N فهي جيومتريك سيريس. البي سيريس هي مثلا عندي سميشن 1 على N سكوير، أنا شو يكون عندي؟ هنا كان عندي الأساس ثابت والأس هو الN، هنا عندي الأساس هو الN والأس هو الثابت، فلازم نميز بيناتها، يعني قصدي لازم نميز بين سميشن 1 على 2 أس N وسميشن 1 على N تربيع. زين الأولى جيومتريك سيريس بينما الثانية هي شنو؟ P سيريس. زين الأولى هو الأساس هو الرقم والأس هو الN، الثانية لا، الأساس هو الN والأس هو الرقم، فإذا هنا الأولى هي جيومتريك سيريس والثانية هي P سيريز. ونستعد؟ نعم. طيب إذا كانت عنده مثلاً بالباص أكثر من ده، مثلاً 1 + 2 أو 2N على N سكوير، بس ما راح نجزئ الباص عن مقام أول دالة. جزئها مو مشكلة، مو مشكلة. يعني. نعم. سميشن مثلاً إيش قد أرد ليها؟ 2 + 2N. 2 + 2N. على N سكوير. على N سكوير. نعم هاي ممكن نجزئها تنطيني 2 على N سكوير زائد 2 على N، فممكن الاثنين اطلعها برا
وأقول هنا واحد على N، صح لو لا؟ صحيح سيد. زين زين، هذا الجزء، هذا الجزء هو P series ال P يساوي الاثنين، إذن converge. زين هذا الجزء هنا P series ال P قد يساوي لي واحد، واحد دايفر راح ينطيني دايفرج. زين اذا السيريس كلها كونفرج لو دايفرج؟ دايفرج دايفرج، مثل نفس الفكره مال الجيومتريك سيريس، ما دام عندي حد يجعل لي، يعني بما انه سيريس جزأناها الى اكثر من جزء وكان عندي جزء واحد ينطيني دايفرج، اذا السميشن، اذا السيريس يعني قصدي الاستنتاج النهائي انه السيريس الاصليه هي دايفرج. واضحة؟ نعم استاذ واضحة. نعم استاذ واضحة. ان شاء الله. اوكي هذا بالنسبة لي البي سيريز. عندكم صفحة 13 اللي هو الكمباريزن تيست. هذا ترك. هذا ترك. زين؟ لانه عندنا نقدر نستعيض عنه بالاختبار اللي موجود عندنا في صفحة 4 اللي هو ايضا limit comparison test. هو طبعا يعني هو نفسه اختبار المقارنة، اختبار المقارنة comparison test، اختبار المقارنة بس إلا صيغتين، فإحنا الصيغة الأولى راح نتركها وراح نمشي على الصيغة الثانية. زين نجي هنا يقول suppose that، يعني افترض أنه عندنا summation an، summation an يعني هاي series اجتني بالسؤال. زين وعندي bn، هاي bn احنا راح نختارها، هاي bn احنا راح نختارها وراح نشوف هسه يعني شلون نختار هاي bn. فيقول اذا عندي an وbn هي two series متتاليات اثنين with positive terms، يعني حدودها دائم موجبة، واحنا يعني الآن نتعامل مع سيريس حدودها دائما تكون عندي موجبة. زين فهنا عندنا ثلاث حالات الـ A والـ B والـ C لاختبار المقارنة. الحالة الأولى شو يقول؟ يقول إذا أخذنا limit N يقترب من infinity لـ AN على BN، يعني قسمنا الـ AN على BN وأخذنا limit n تقترب من infinity وطلع عندي ناتج الغاية يساوي لي c، والc هنا يقول finite number، finite number يعني هنا هذا، يعني هذا c، هذا c اللي هنا عندي هنا لا يساوي صفر، لا يساوي صفر ولا يساوي infinity، اي رقم ما عدا الصفر والانفينيتي، هذا السي. زين ما عدا الصفر والانفينيتي. فهنا شو يقول؟ يقول لو اثنيناتهم كونفيرج لو اثنيناتهم دايفيرج، يعني معناها الاي ان هنا والبي ان زين اثنيناتهم نفس الصفه. زين يا اما اثنيناتهم كونفيرج او اثنيناتهم دايفيرج. زين شلون نحدد؟ نحدد على حسب البي ان، لانه البي ان احنا راح نختارها، مثلا اخترناها بي سيريز، اذا انا راح اقدر اعرف البي ان هل اخترتها كونفيرج او دايفيرج، ومن اعرف البي ان اذا معناها راح اقدر احدد الاي ان. يعني مثلا على سبيل المثال جانا سؤال، جانا سؤال عندنا سيريز ونريد نختبرها، واحنا جينا اخترنا البي ان على سبيل المثال، اخترنا البي ان واحد على ان، واحد على ان. زين هاي الواحد على ان كونفيرج لو دايفيرج؟ دايفيرج. اي بي، اي بي سيريز البي يساوي لي واحد، اذا دايفيرج. زين وطبقت الحاله الاولى وطلع عندي ناتج الغايه رقم،
لا يساوي لي صفر ولا يساوي لي انفينيتي. زين، فبهالحالة هاي، بهالحالة هاي البي ان انا اخترتها دايفيرج، اذا الاي ان ايضا دايفيرج. زين، بسؤال اخر مثلا جيت اخترت البي ان واحد على ان سكوير، واحد على ان سكوير، هاي بي سيريس، البي يساوي لي 2، اذا هاي كونفرج. طبقت هذا الاختبار، طبقت الغايه، وايضا حصلت على رقم لا يساوي لي صفر ولا يساوي لي انفينيتي، اذا معناها اثنيناتهم يا اما كونفرج او دايفرج. انا اخترت البي ان كونفرج، اذا الاي ان ايضا كونفرج. واضحه؟ نعم استاذ. نعم استاذ. آه شباب ان شاء الله. واضحه استاذ. ماشي. زين، الحالة الثانية، الحالة الثانية يقول طبقنا الغاية، طبقنا الغاية. شوف هنا طبعا هو شنو، هو نفس الغاية، بس احنا شنو الناتج هو اللي يحدد. زين، القانون هو نفسه، limit limit يعني اقسم الـ AN على الـ BN واخذ limit N يقترب من infinity. زين، إذا كان عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر، إذا كان ناتج الغاية يساوي لي صفر، هنا الحالة الثانية فقط للكونفرج، فقط تنطيني كونفرج. يعني إذا طلع عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر، لازم أني مختار الـ BN كونفرج حتى الـ AN تكون كونفرج. يعني مثلاً على سبيل المثال جيت جينا، يعني خلي يعني خلي نوضح هاي الحالة. إذا اخترت مثلا أني عندي اخترت الـ BN تساوي لي واحد على N سكوير، على N سكوير، هاي P سيريس، الـ P يساوي لي 2، إذا هاي سيريس كونفرج، كونفرج. وجيت طبقت هذا القانون limit n يقترب من infinity ل an على bn، طلع عندي الناتج، ناتج الغاية يساوي لي صفر. بما أنه أنا مختار ال bn converge، إذا معناها summation an أيضا عندي converge. زين، هاي زين، إذا اخترت الـ BN يساوي لي واحد على N، هاي P series، الـ P يساوي لي واحد، إذن دايفرج، إذن أنا اخترت الـ BN دايفرج. طبقت القانون limit N يقترب من infinity لـ AN، AN على BN، وطلع عندي الناتج الغاية يساوي لي صفر. هذا هنا ما يصير، هذا هنا يفشل، يفشل. ليش؟ لأنه الحالة الثانية، الحالة الثانية من يطلع عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر، لازم أني مختار الـ BN converge، لازم مختار الـ BN converge حتى تكون الـ AN converge. بس إذا اخترت الـ BN دايفرج وطلع عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر، ما أقدر أقول الـ AN دايفرج. إذن الحالة الثانية فقط تنطيني السيريس الكونفرج أو لا، ما تنطيني دايفرج. أستاذ عفوا، الـ BN احنا نختاره، الـ BN أنت تختارها، أنت تختارها، وهسه راح نشوف شلون نختارها. زين، احنا يعني يعني حتى ما راح نشوف أنه الـ البي ان، البي ان راح نختارها يا اما جيومتريك سيريز او نختارها بي سيريز. زين، يعني يعني السؤال اللي يجيكم بالامتحان من نريد نستخدم اختبار المقارنه، البي سيريز تختارها يا اما بي سي، يعني البي ان راح تختارها يا اما بي سيريز او تختارها جيومتريك سيريز. ليش؟ لأنه البي سيريس والجيومتريك سيريس سهل معرفتها إذا كانت كونفيرج أو دايفيرج. البي سيريس من قيمة بي
والجيومتريك سيريس من قيمة R. زين الحالة الثالثة، الحالة الثالثة للدايفيرج، الحالة الثالثة للدايفيرج هنا أيضا إذا طلع عندي ناتج الغاية يساوي إنفينيتي، فلازم البي إن، لازم البي إن أنا مختارها دايفيرج حتى أقول الأي إن أيضا دايفيرج. زين إذا إيش صارت عندنا؟ صارت عندنا الحالة الأولى، الحالة الأولى تنطيني، ممكن تنطيني دايفيرج وممكن تنطيني كونفيرج. الحالة الأولى من يطلع عندي ناتج الغاية، ناتج الغاية رقم محدد لا يساوي لي صفر ولا يساوي لي إنفينيتي، زين تنطيني الحالتين، قد تكون السيريز كونفيرج قد تكون السيريز دايفيرج، حسب شنو؟ حسب ما احنا مختارين البي ان. اخترنا البي ان دايفيرج وتحقق الاختبار الاول، اذا الاي ان دايفيرج. اخترت البي ان كونفيرج وتحقق الاختبار الاول، اذا السيري، اذا الاي ان ايضا كونفيرج. الحالة الثانية عندما يكون ناتج الغاية يساوي لي صفر، هالحالة هاي هذا الاختبار فقط للكونفيرج، يعني معناها لازم اني مختار البي ان كونفيرج حتى الاي ان تكون عندي كونفيرج. اذا اخترت البي ان دايفيرج فشل الاختبار. الحاله الثالثه عندما يكون عندي ناتج الغايه يساوي انفينيتي، هذا الاختبار فقط للدايفيرج، يعني لازم اني مختار البي ان دايفيرج حتى تكون عندي الاي ان دايفيرج. زين اخترت الاي البي ان كونفيرج وطلع عندي ناتج الغاية انفينيتي، هذا الاختبار يفشل. زين هذا الاختبار يفشل. واضح الحالات الثلاثة؟ نعم استاذ واضح ان شاء الله. خلي نجي نطبق امثلة عليها ونشوف. هنا عندنا عندي ايضا 3 سيريز الـ A والـ B والـ C. نشوف هنا عندي الـ A ناطيني اياها كسيريس ارقام. زين فبهالحاله هاي هاي الارقام اول شيء مثلا، مثلا واحد مثلا من يجيك شيء سؤال اشوفها هل هي جيومتريك سيريس؟ لا جيومتريك سيريس ما راح نحتاجها لان الاختبارات كلهم، حدد قيمة R ونشوف، يعني نطلع نحسب قيمة R هو يحدد لنا إذا كانت السيريز كونفيرج أو دايفيرج. زين من نجي هنا نشوف هل هي هاي جيومتريك سيريز، يعني إذا قسمت الحد الأول على الحد الثاني وقسمت الثاني على الثالث الثالث على الثاني الرابع على الثالث، هل ينطيني نفس الرقم اللي هو ال R؟ هنا طبعا ما راح يتحقق، إذن هاي مو جيومتريك سيريز. يعني إذا هسه أنا إذا قسمت 9 على 5 على 3 على 4 وإذا قسمت 17 على 6 على 5 على 9، يعني ما راح ينطيني جيومتريك سيريز، ما راح ينطيني نفس الرقم، مو صحيح؟ نعم استاذ صحيح استاذ. نعم إذا هاي مو جيومتريك سيريز. زين إذا مو جيومتريك سيريز لازم أعرف الأي إن، لازم أعرف الأي إن زين مالتها. زين فبهالحالة هنا راح نشوف هنا عندي 3 على 4 الحد الأول 3 على 4 الحد الثاني 5 على 9 الحد الثالث 7 على 16 الحد الرابع هنا عندي 9 على 25. لو نجي نشوف المقام، لو نجي نشوف المقام عندي 4 9 16 25 صح؟ وكأنما الأربعة هي جايتني من 2 تربيع، التسعة جايتني من 3 تربيع، الستطعش 4 تربيع، الخمسة 5 تربيع. زين فهنا عندي المقام راح يكون عندي N زائد 1 تربيع، والN هنا عندي راح يبدي من 1. زين الN هنا راح يبدي عندي من 1. زين واحد يقول ليش ما أخذنا للمقام N تربيع؟ لأنه هنا من نأخذ المقام N تربيع
فقط ان تربيع بدون زائد واحد من نعوض الواحد المفروض ينطيني كمية على واحد وما عندنا. احنا هنا اول رقم بدينا به هو الاربعة، والاربعة هي اثنين تربيع، الاربعة هي اثنين تربيع، فاذا هي ان زائد واحد تربيع. حتى من يكون عندي الان يساوي لي واحد راح يصير عندي واحد زائد واحد تربيع، فيتحقق عندي المقام. نجي الى البسط، البسط عندي 3 5 7 9، فدائما عندي الاثنين ان زائد واحد، الاثنين ان زائد واحد هي اللي تحقق. عندما ان يساوي لي واحد راح يكون عندي 2 في 1 زائد 1 تعطيني 3، عندما ان يساوي لي 2 2 في 2 4 زائد 1 5، وعندما ان يساوي لي 3 2 في 3 6 زائد 1 7 وتتحقق. اذا هاي الارقام اللي عندي استنتجنا من عندها الاي ان اللي هو هذا اللي هو لاحظون هنا 2 ان زائد 1 على ان زائد 1 تربيع. فتحنا القوس اللي موجود عندي بالمقام فصارت عندي 2 ان زائد 1 على ان سكوير زائد 2 ان زائد 1. اذا هنا احنا حصلنا على الاي ان. زين، بعد ما حصلنا على الاي ان نجي نشوف نختبر هنا. خلي بس حتى تكون عندكم فكره باختيار الاختبار. زين، خلي اكتبها هنا، اكتب هذا الاي سيريز سميشن 2 ان زائد 1 على ان سكوير زائد 2 ان زائد 1. زين، نجي هنا اول اختبار اللي اخذناه اللي هو اختبار دايفيرجنس. زين، اقدر اطبقه على هاي السيريز؟ شو تقولون، نقدر نطبقه لو ما نقدر؟ شنو الاختبار؟ غير نشوف اللي يطلع رقم محدد او صفر او انفينيتي. اللي هو قلنا الاختبار الاول سميناه الانث تيرم تيست، اختبار اللي ذكرناه بداية المحاضرة اللي حدد لي فقط إذا كانت السيريز دايفيرج أو لا. هنا ما نقدر نستخدمه. ليش؟ لأنه ناتج الغاية، ناتج الغاية راح يطلع عندي يساوي لي صفر، لأنه درجة البسط أقل من درجة المقام. إذن هذا الاختبار ما أقدر أستخدمه، صح؟ نعم استاذ. زين، نعم زين، هنا عندي أقدر أستخدم الانتجرال كيس. لا أستاذ، ما تنحل الدالة. لا أستاذ، ما قام كامل، مو ما تنحل حقيقة، بس شوية بها تعقيد بالتكامل، يعني مو دالة يعني مباشرة نقدر نكاملها. زين، هل هي في سيريز؟ لا أستاذ، مو في سيريز. لا أستاذ، مو في سيريز. هنا شباب يعني ملاحظة أعطيكم إياها. إذا جتكم سيريس يعني بهيك صيغة زين، وتكون عندي درجة البسط أقل من درجة المقام، دائما استخدموا الكومباريزن تيست. زين، وبهالحالة هاي البي إن دائما نختارها، البي ان دائما نختارها بي سيريز. زين، هنا شلون اختارها؟ هل اختارها واحد على ان، واحد على ان تربيع، واحد على ان تكعيب؟ دائما اختارها واحد على ان اس الفرق بين درجة البسط ودرجة المقام. يعني هنا عندنا المقام البسط من الدرجة الاولى، المقام من يا درجة؟ من الدرجة الثانية، صح؟ ثانية. نعم، إيش قد الفرق ما بين درجة المقام ودرجة البسط؟ واحد. درجة واحدة.
أخذ ال P يساوي لي واحد، يعني واحد على N. ها واضح الفكرة؟ نعم أستاذ وضحت. زين ليش هنا طبعا هسه راح نجي نشوف ليش. اذا هنا راح اخترنا البي ان هي واحد على ان دايفيرج لانه بي سيريس والبي يساوي لي واحد. فاحنا عندنا القانون مالتنا هو ليميت ان يقترب من انفينيتي لاي ان على بي ان، يعني نقسم الاي ان على البي ان ونطبق الليمت. زين فهنا طبعا هنا بما انه الاي ان هي كسر والبي ان ايضا كسر، فنقدر نقول هي الاي ان يعني هنا يعني هذا هو نفسه. اذا اقول ليمت ان يقترب من انفينيتي لي يعني اي ان مضروبة في مقلوب الـ BN، صح لو لا؟ نعم أستاذ. نفس الشيء، ما أقول AN على BN أو أقول هو الـ AN مضروب في مقلوب الـ BN، فقصدي أنا لأنه يعني مطبقين هاي الحالة، أو يعني ممكن يعني حتى يعني أنا أقدر أقول limit N يقترب من انفينيتي الاي ان، الاي ان هو 2 ان زائد 1 على ان سكوير زائد 2 ان زائد 1 على 1 على ان، صح لو لا؟ ها شباب صحيح استاذ وبالنتيجة هاي القسمة هذا الكسر إذا قلبت إلى ضرب نقلب المقسوم عليه، صح لو لا؟ مو هيك عندنا القانون ماخذي على واحد فوق بل بل. نعم صح، طلع يصير عندي 2 ليمت 2 ان زائد 1 على ان سكوير زائد 2 ان زائد 1 في ان على 1، يعني كأنما أخذت مقلوب البي ان هي نفس الفكرة صح. فهنا ليش اخذت اني واحد على ان؟ لانه هذا الان راح ينضرب بالبص، قصدي ليش اخذت يعني البي يساوي لي واحد؟ الان راح ينضرب بالبص فتتساوى درجه البص مع درجه المقام، فهنا عندي ناتج الغايه راح يساوي لي معامل اعلى اس بالبص على معامل اعلى اس بالمقام اللي هو الواحد، فاثنين على واحد ايش راح يساوي لي؟ اثنين، اللي هو الفاينايت نمبر اللي طلع عندي رقم هنا الاثنين لا يساوي صفر، لا يساوي صفر ولا يساوي انفينيتي. اذا معناها اللي هو الحاله الاولى من الكومباريزن تيست، الحاله الاولى من الكومباريزن تيست ناتج الغايه طلع عندي يساوي لي طلع عندي رقم لا يساوي لي صفر عفوا ولا يساوي لي انفينيتي، يعني لا يساوي صفر ولا يساوي لي انفينيتي. زين يعني هنا طلع عندي ناتج الغاية لا يساوي لي صفر زين ولا يساوي انفينيتي اللي هي الحالة الأولى، بمعنى أنه الاي ان اللي جتني بالسؤال والبي ان اللي أنا اخترتها اللي احنا اخترناها اثنيناتهم يا ام اثنين لو اثنيناتهم كونفيرج لو اثنيناتهم دايفيرج. زين احنا شو اخترنا البي ان؟ دايفيرج. اذا معناها الاي ان ايضا دايفيرج، اذا الاي اذا السيريس اللي انطاني اياها بالسؤال ايضا تكون عندي دايفيرج. ها واضح حساس واضح زين يعني هنا خلي على سبيل المثال مثلا جتنا سيريس سميشن 2 ان زائد 3 على 5 ان تكعيب زائد 2 ان ناقص 2. زين هنا ايش قد الفرق ما بين درجه البسط ودرجه المقام؟ هذا 2 اذا هنا شو اختار البي ان؟ واحد على ان سكوير. واحد على ان سكوير زين
فهنا دائما من تجيكم سيريس بهالصيغه هاي خلي ببالك الكومباريزن تيست ليميت كومباريزن تيست، وتختار دائما بهيك حاله نختار البي ان هي بي سيريس. ها شباب واضحه؟ نعم استاذ واضحه استاذ ان شاء الله. نجي الى السيريس الثانيه، ايش عندنا؟ هاي عندنا اللي هي الاي ان، عندنا واحد على اثنين اس ان ناقص واحد، اثنين اس ان، لاحظوا هنا اثنين اس ان، زين؟ يعني هنا عندي الاساس هو الثابت والاس هو الان، زين؟ فبهالحالة هاي اختار البي ان بي سيريس، لو اختارها جيومتريك سيريس جيومتريك نعم، اذا هنا راح اختار البي سيريس جيومتريك سيريس. ايش عندي انا؟ عندي 2 اس ان، فاختار البي ان زين 1 على 2 اس ان اللي هي تكون كونفرج لانه هي جيومتريك سيريس، والار راح يطلع عندي يساوي لي 1 على 2. زين هسه مثلا لو نفتح هاي السيريس، طبعا هي دائما من يجيكم يعني خلي حتى اعطيكم اياها كقاعده، زين دائما من 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 نختار سميشن اي اس ان اللي هي جيومتريك سيريس دائما يعني ما اريد اختار الاي، زين ما اريد اختار الاي حتى ما يبين بانه الاي هو الحد الاول كنا نستخدمه مثلا يعني اي كونستانت اي ثابت، زين اي ثابت مثلا سي سي اس ان، زين ثابت يعني المهم السي هنا عندي ثابت، فهي جيومتريك سيريس دائما الار هو يمثل لي السي، هذا الرقم اللي اخليه هنا. يعني مثلا تجيني جيومتريك سيريس 1 على 2 اس ان، زين او حتى اذا كتبناها 1 على 2 اس ان، فهنا رأسا الار هو يساوي لي 1 على 2. جتني جيومتريك سيريس 3 اس ان، اذا هاي رأسا اقول ما دام اساس الاساس رقم والاس ان اذا هي جيومتريك سيريس، الار هنا رأسا اقول يساوي لي 3. زين نعم. اذا تبدا الحدود من الصفر في الحاله شلون يعني؟ مثلا هنا اكو حدود للان لو ماكو ما له علاقه، ما له علاقه الحدود. استاذ اذا اس ان ما يطلع واحد ما يخالف، خلي يطلع واحد مو الحد، مو انا ما عاد اختار الحد الاول، انا عاد اختار الار اللي هو الار اللي نقسم الحد الثاني على الاول، نقسم الثالث على الثاني، احنا الحد الاول، الحد الاول ما له علاقه سواء كانت السيريس كونفيرج او دايفيرج، هذا يفيدني من اريد احسب المجموع، لكن انا اللي يهمني هو الار. زين ما يخالف انا هسه اوضح لك اياه. اذا مثلا قلنا سميشن ان يساوي صفر الى انفينيتي، وهنا عندي واحد على اثنين اس ان، وجينا فتحنا السيريز، عندما ان صفر راح يطلع عندي واحد، عندما الان واحد راح يطلع عندي واحد على اثنين، عندما الان اثنين راح يطلع عندي واحد على اربعة، وراح يطلع عندي واحد على ثمانية. فهنا اذا قسمنا الحد الثاني على الاول، زين راح يطلع عندي واحد على اثنين، اذا قسمت الحد الثالث على الثاني يطلع واحد على اثنين، اذا قسمت الحد الرابع على الثالث راح يطلع عندي واحد على اثنين اللي هو الار، اذا الار هنا عندي واحد على اثنين. زين اذا نفس السيريز وقلت الان يبدي من واحد، نفس الشيء استاذ هم راح يطلع واحد على اثنين، واحد على اثنين اس ان، هنا بدل ما يطلع عندي الحد الاول واحد راح يطلع عندي الحد الاول واحد على اثنين، يطلع عندي الحد الثاني واحد على اربعة، يطلع عندي الحد الثالث واحد على ثمانية، ويطلع عندي الحد الرابع واحد على 16. فهنا شنو الفرق؟ الفرق انه الحد الاول هنا طلع عندي واحد، الار واحد على اثنين، هنا عندي الحد الاول راح يطلع عندي واحد على اثنين، زين والار
راح يطلع عندي 1/2. أنا اللي يهمني بالكونفيرج والدايفيرج هو الـ R. الـ A ما له علاقة بمسألة الكونفيرج والدايفيرج. الـ A يفيدني من نجي أحسب المجموع اللي هو قلنا الـ S يساوي لي A على 1-R. هنا الـ A نعم يفيدني، لكن الكونفيرجنس والدايفيرجنس للجيومتريك سيريس يحددها قيمة R. وهنا لاحظ السيريس إذا بدت من الصفر وإذا بدت من الواحد وإذا بدت من الاثنين، حتى لو بادية من الاثنين، بس لو بادية نحن من الاثنين، كان أول حط لعندي 1/4 وثاني حط لعندي 1/8 والثالث 1/16. الحد الأول اختلف لكن الR بقى يساوي لي 1/2، إذا معناها السيريس كونفيرج، صح لو لا؟ نعم استاذ واضح. صحيح استاذ. إن شاء الله. إذن جينا اخترنا هنا الجيومتريك سيريس، اخترنا جيومتريك سيريس كونفيرج، الR يساوي لي 1/2. أيضا هنا من راح أجي أطبق القانون، راح أقول limit n يقترب من infinity ل an على bn، أو ممكن أقول limit n يقترب من انفينيتي ل اي ان مضروب في 1/bn. زين، فاني جيت قلت الاي ان، زين تلاحظون هنا هذا هو الاي ان، هذا الاي ان وهذا هو الواحد على بي ان، واحد على بي ان، يعني انه عندي البي ان هي 1/2 أس ان، فمقلوبها 2 أس ان. فاذا هنا طبعا هنا يعني راح يصير عندي، خلي شوية نفصل لكم إياها، limit n يقترب من infinity لاثنين أس n على 2 أس n-1. إذا قسمت البسط والمقام، زين هنا إذا البسط قسمت على 2 أس n والمقام أيضا قسمته على 2 أس n، زين فش راح ينطيني؟ راح ينطيني هذا الحال، البسط 2 أس n أقسمه على 2 أس n ينطيني واحد، وأيضا المقام كل حد من حدود المقام راح أقسمه على 2 أس n، فراح ينطيني 1-1/2 أس n. طبعا هنا من أجي أعوض الإنفينيتي هذا راح ينطيني صفر، لأنه عندي 2 أس إنفينيتي إنفينيتي 1/إنفينيتي 0، فراح يبقى عندي 1/1 يساوي لي 1. إذن هنا عندنا ناتج الغاية طلع عندي يساوي لي 1، أيضا رقم لا يساوي لي صفر ولا يساوي لي إنفينيتي، إذن معناها التو سيريس الأي إن والبي إن هي يا اما اثنيناتهم كونفيرج او اثنيناتهم دايفيرج. بما انه احنا اخترنا البي ان كونفيرج، اذا معناها الاي ان راح تكون عندي ايضا كونفيرج. ها شباب واضح؟ واضح استاذ. يعني كان نقدر نختار البي ان هي 3 أس n او 2 أس n. ال 3 أس n، البي اس ان، البي ان سات، كان هل نقدر نختارها 3 أس n او اي رقم غير هذا؟ ممكن. تمام استاذ، خلينا نحله، خلينا نحله ماشي. نقصد يوم يطلع دايفيرج 3 أس n. نعم استاذ، خلينا نحله ماشي ماشي. احنا عندنا كانت السيريس 1/2 أس n-1، صح؟ نعم استاذ. هاي يعني هو هذا الاي ان، هذا الاي ان. زين ايش نختار البي ان؟ مثلا 3 أس n اخترناها، البي ان 3 أس n. هنا عندي الار، هاي جيومتريك سيريز الار 3، اذا انا اخترت هنا البي ان دايفيرج، صح لو لا؟ صح استاذ. ماشي خلي نطبق ليميت n يقترب من infinity للأي n اللي هي 1/2 أس n
ناقص واحد على البي ان اللي هي شقد ثلاثة اس ان صح؟ نعم استاذ. زين هنا ننتبه انه احنا ما اخذناها مثلا واحد على ثلاثة اس ان، اخذناها ثلاثة اس ان انفينيتي. فهنا طبعا هنا راح يصير عندي واحد على ثلاثة اس ان مضروبة في المقام في اثنين اس ان اثنين اس ان ناقص واحد، صح لو لا؟ صح استاذ. زين هنا راح يصير عندي ليميت ان يقترب من انفينيتي، اذا فتحت الاقواس ايش راح ينطيني؟ ستة اس ان صح؟ استاذ مو عند الضرب تجمع الاسس؟ نعم نعم عذرا 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 لا مو هنا هنا الاساسات مختلفه، هنا الاس هو الثابت الاس هو المتشابه صح؟ نعم استاذ نعم استاذ نعم زين طبعا هنا ايش راح ينطينا او ليش العوفه ما يحتاج راح نجي نعوض مباشرة نعوض، لأنه عندي هنا عندي تلاحظون الباص هو ثابت مو صحيح؟ نعم استاذ. زين هنا إذا عوضت راح ينطيني 2 أس إنفينيتي شقد؟ صفر لا 2 أس إنفينيتي استاذ إنفينيتي إنفينيتي ناقص واحد إنفينيتي زين 3 اس ان 3 اس انفينيتي ايضا انفينيتي انفينيتي في انفينيتي انفينيتي اذا راح يطلع عندي 1 على انفينيتي ويساوي ايش قد صفر صفر هنا طلع عندي ناتج الغايه يساوي لي صفر احنا اللي هي شنو الحاله الثانيه من الحالات الثلاثه اللي اخذناها بالكومباريزن كونفرج استاذ اذا يفشل هذا يفشل ليش؟ لأنه من يطلع عندي ناتج الغاية يساوي لي صفر لازم البي ان مختارها أني كومبيرت حتى أقول الاي ان كومبيرت زين؟ فبهالحالة هاي اختيارنا للبي ان اختيار خاطئ مو صحيح ها شباب نعم زين سادة طبعا عندنا هيك نعوف الدلل ونرد نختار غير البي ان لا لازم تجي تختار غير بي ان يعني انت انا فشل فشلت الحاله ما استنتج انت ما قلت لي الاي ان هي كونفرج لو دايفيرج نعم استاذ صح لو لا اني جبت لك بالسؤال اختبر لي اياها كونفرج لو دايفيرج المفروض انت تنطيني نتيجه تقول لي هاي السيريس اللي انت انطيتني اياها بالسؤال يا سارة عبد المطلب لو تقول لي كونفرج لو دايفيرج بس اذا انت استخدمت يعني اختبار وفشل وانتهى الحل يعني انت ما حليت كانما كون استاذ نعم استاذ لو الار طالع كونفرج الناتج كونفرج يطلع صحيح ما بيها شيء شلون يعني ايه يعني هنا قصدي اني لو مختار مثلا هنا البي ان مختاريها كونفرج وطلع عندي ناتج الغايه يساوي لي صفر اذا الاي ان كونفرج نعم بس هنا لانه احنا اخترنا البي ان دايفرج وطلع عندي ناتج الغايه يساوي لي صفر احنا من يطلع عندنا ناتج الغايه يساوي لي صفر لازم البي ان مختاريها كونفرج حتى تكون الاي ان كونفرج اذا اخترنا البي ان دايفرج فاذا هنا عندي فشلت هاي الحاله لانه الحاله الثانيه من اختبار المقارنه لازم احنا يعني لازم يكون عندي البي ان مختاريها كونفرج وناتج الغايه يساوي لي صفر حتى اقول الاي ان كونفرج واضح هسه هاي الحاله شلون واضح ان شاء الله واضح استاذ ماشي هنا عندنا السيريس الثالثه
سنخليها محاضرة تجي السيريس الثالثة ساعة فاتنا الوقت محاضرة لا فاتنا الوقت هاي هي عيني هاي هي ننهي المحاضرة ماشي على المحاضرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله ساعة تتأكد من الحضور أتأكد نعم إن شاء الله أتأكد من الحضور خلي نشوف هنا البرنامج مالتنا طانا هاي الأسماء خليني نشوف أرشد نعم أستاذ وأيمن أيمن وليد نعم أستاذ زينب التسجيل أستاذ ها خلي نعم نعم خلي نوقف التسجيل صحيح